اهلا بحضراتكم من جديد، نرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. منورنا ومشرفنا كابتن ناصر. تحياتي للكابتن اسامه وتحياتي لكل مشاهدي متابعي قناه نادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شفيع عبد المنعم، برحب بيك، وكابتن اسامه عرابي، كابتن علي عبد الرحمن، وكابتن احمد. اهلا بيك. زي ما حضرتك قلت في الاستوديو والزملاء الافاضل قالوا تجربه مفيده للنادي الاهلي، وايضا تجربه مفيده كابتن اسامه للحكام. واحنا دايما بنقول في البداية هنا احنا بنحاول نطور من اداء الحكام، مش بنجيب الحالات يا كابتن شريف عشان نبقى قاسيين على حكم مباراة. انا جايب خمس حالات يا كابتن اسامة النهاردة، ازاي الحكم يطور من ادائه وزمايله لما يتفرجوا النهاردة كمان يستفيدوا من اللي احنا بنتكلم، اللي احنا نقول مش هنتكلم كتير، لكن هنروح للحالة الاولى. قبل ما تقول حالات يا كابتن ناصر، اللي ادار مباراة اليوم الكابتن عبد الكريم نصار حكم المباراة، مساعد اول الكابتن وليد عبد اللطيف، مساعد ثاني الكابتن احمد ابو السريع. تمام يا كابتن اسامة، اتفضل يا كابتن. الحالة الاولى، يلا خلينا نروح للحالة الأولى ونشوف هذه الحالة المهمة. هدف تم إلغاء، وهنا بس هقف ستوب، هرجع بس بعد إذنك للحكم المساعد، عيني على الحكم المساعد كابتن أسامة. هقف هنا في ارتباك ما بين حكم المساعد وحكم الميدان يا كابتن عادل. الأول عايز أشوف الهدف ده هدف ليه اتلغى كابتن أحمد؟ هل في مخالفة؟ هل في تسلل؟ ولا كان في مخالفة ولا كان في تسلل؟ هدف تم إلغاءه عن طريق الهدف الحكم مساعد أحمد أبو سريع. طبعا الحكم هنا مش باين في الحدث، ونمشي باللعبة ونشوف التردد من الحكم المساعد، ما جريش وراح مدي هدف ووقف شوية، وبالتالي هنا راح أشار بمخالفة. أين المخالفة للكابتن أحمد أبو سريع؟ نشوف الحالة. هنا اللاعب المدافع هو اللي دخل بالرجل في الحارس، وبالتالي الكرة ترتدم وهي لوحديها تدخل المرمى بدون اي مخالفه من رامي ربيعه. هنا انا بقول حاجه مهمه جدا يا كابتن اسامه، انا هنا المدافع هو اللي كمل مع الحارس، وبعدين الحكم كان بعيد ما عندكش التفاصيل، والمسافه ما بين هنا والحكم المساعد رقم اثنين بعيده جدا جدا، وفي زحمه كمان جدا، وفي زحمه. انت شفت ايه؟ حضرتك شفت ايه؟ حسبتها فاول؟ حسبتها فاول على مين؟ ما انا عاوز اقول، فمن فضلك هي مباراه وديه، ما تديش القرار لحكم المساعد وتدي والحكم يمشي وراك في هدف ملغي. اعتقد هدف صحيح. عايزك تشوف وليد سليمان فين؟ رامي ربيعه. نشوف مين؟ الحاله الثانيه سليمان فين؟ نشوف وليد سليمان فين؟ ارجع الجون نرجع تاني لهدف كابتن عادل، نشوف بس هو كابتن عادل في حاجه معينه عاوز اشوفها. نرجع للهدف الاول في ياسر ابراهيم. في الجون الاولاني نشوف الهدف، نشوف الحاله الاولى. شوف ياسر ابراهيم، هو في اشتراك من اثنين مع بعض اللي هم وليد ايه بره الملعب، اشرح لنا دي يا كابتن. كابتن هو هنا لم يتدخل في اللعب، هو بره الملعب. اوكي، امتى انا حاسبه وعاقبه؟ لما يبقى بره ويخش يتداخل، بس على شرط يكون هو جاي من تسلل، لكن هو نتيجه الاندفاع ما اقدرش احاسبه على تسلل الا لما يتداخل. هو خارج كما يكون اللاعب في موقف تسلل، هو في موقف تسلل، بس انا ما بعاقبوش امتى؟ بعاقبه امتى؟ لما يتداخل في اللعب. هنا لم يتداخل في اللعب، نشوف هنا نمشي. نمشي نمشي خلاص، هو هنا نمشي خلاص باللعب، خلاص هو خرج. خرج يا كابتن، خرج. اذا الحاله الاولى هدف صحيح، هو هنا عمل حاجه يا كابتن، كره ما فيهاش حاجه بره، هو الملعب بعيش يا كابتن بالظبط، وجاي موقفه سليم، احتواها الى التحام. ممكن هو شاف التحام، يعني هو خد التحام بالشكل يا كابتن، قدر الموقف بالتحام. تمام. الحاله بعد كده يا كابتن ناصر، يلا الحاله الثانيه. الحاله الثانيه بسرعه نشوف. اوف ستوب، ارجع كابتن احمد بلال، انت هنا اهو، نرجع تاني بعد اذنك. بعد اذنك، دي حالات تعليميه لحكامنا كلها يا كابتن، ارجع تاني من فضلك لو سمحت. تمام كابتن احمد، انت حضرتك الحكم هنا، ستوب. اذا انت واخد اللعيبه كلها في حيز رؤيتك ومسيطر وكل ده قدامك، تمام. انا هنا بتوقع اللعب هيكون ازاي، همشي شويه كده بعد اذنك. نمشي عبد الكريم، انت رحت فين؟ رحت فين؟ نمشي 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 نمشي، ستوب ستوب. هنا انت خرجت غلط. طب يخرج ازاي يا كابتن اسامه؟ انا هنا جيت فين؟ نمشي شويه كمان سنه، نمشي كمان سنه سنة. انا جيت هنا دخلت في حوت اللعب، وارد جدا جدا الكره تصطدم بيا. انا لما بحب اخرج كابتن اسامه لكل حكامنا، يخرج ناحيه اليمين اوسع لنفسي او ناحيه الشمال عشان انا ما ابقاش في حوت اللعب. انا بقول الكلام ده عبد الكريم ليه؟ ممكن الكره تصطدم بيك هنا، لابد ان يكون عندك توقع في اللعب. الفقره دي من كابتن ناصر عشان الحكم يتعلم فيها. تمام. نمشي نروح الحاله بعد كده. يلا عمل حاجه جميله جدا جدا هنا، هو عمل ايه؟ هو هنا شاف ان في مخالفه، وبعدين الكره
ما راحتش للاعب نادي الاهلي، وبالتالي هنا برافو عبد الكريم رجع تاني واحتسب المخالفه، وبنقول برافو عبد الكريم انك انت خليت اللعب يتواصل ورجعت ليه المخالفه الاولى اللي هي هنا وحسبت مخالفه للنادي الاهلي. طبعا قرار سليم من عبد الكريم نصار. هنا يلا خلينا نشوف اللعب اللي جايه دي يا كابتن ونشوف. طيب عبد الكريم انا اشدت بيك في اللعبه الاولى، طب اللعبه ديت انت حضرتك وقفت اللعب وكان عندك امكانيه تخلي اللعب يعني يتواصل، نرجع تاني في مخالفه ولا مفيش مخالفه؟ نرجع من فضلك سريع لورا للحاله اللي هي اللي فاتت بسرعه، نرجع نرجع تاني 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 تاني. ما زال يلا نمشي بقى هنا، نمشي يلا ستوب. هنا في مخالفه ولا مفيش؟ في مخالفه على اللاعب الاهلي. طيب ايه المانع انك انت تخلي اللاعب يتواصل؟ نمشي كده ونشوف. نمشي من فضلك خلاص. مين اللي خد الكره يا كابتن؟ لاعب النادي الاهلي. انت بترجع ليه اللعب ليه تاني؟ كان ادي تحت فرصه واللاعب مستني. ادي تحت فرصه مفيش مشكله خالص ان انت رجعت اللعب. هنا برضه بنقول لا مفيش حاجه، يعني بقول ايه، خلي الافضليه للاعب. الحاله اللي جايه تقريبا هي حاله مهمه ونشوف. هنا حاله عمار، هو هنا الحكم لم يحتسب المخالفه وخلى اللعب يعني يتواصل. نشوف بس الحاله دي يا كابتن اسامه، دي حاله مهمه جدا يا عبد الكريم. هذه الحالات لابد انك انت تروح للتفاصيل، لان هنشوف هنا ايه اللي حصل من مدافع نادي سمنوت. نمشي هنا الدخول، هنا نشوف هنا الستارز راح فين يا كابتن. نمشي تهور كمان في الدفع. نمشي كمان، مازال نمشي. بس هنا اللاعب المدافع لم ينجح في لعب الكره، الستارز رايح فوق القدم، وهنا رايح في السمانه ممكن او في القصبه بتاعت الرجل. هنا مخالفه تستوجب بطاقه على الاقل، اللي لم يكن بطاقه حمراء على الاقل لعب كريم كان هنا بقى فيه صفره واحتساب مخالفه. بشكل عام احنا بنطور اداء الحكام وبنقول مزيد من التوفيق للحكام في المباريات القادمه. اخيرا كابتن ناصر، في رد يعني اجابه من كلمه واحده، بعد الهدف الخامس الشوط الاولاني عبد الكريم نصار عمل عمليه الاحتواء ولا لا؟ عبد الكريم نصار حكم من الحكام الصاعدين، يعني احنا قلنا ما يعني اشتغل بالقانون يا كابتن اسامه. واحنا قلنا مالناش علاقه ابدا بالاحتواء والكلام ده، احنا عندنا القانون بنطبقه، انما الماتش مانجمنت ده موضوع تاني، احنا ممكن نتكلم ده عاوز يعني الحضرة. الشوط الثاني طبق القانون ما طبقش قانون الاحتواء. لا طبعا. شرفتنا ونورتنا يا كابتن ناصر. شكرا يا كابتن اسامه، بشكرك. شرفتنا ونورتنا يا كابتن شريف. نورت يا كابتن اسامه. شرفتنا ونورتنا يا كابتن عادل. الله يخليك كابتن. شرفتنا ونورتنا يا كابتن اسامه. شكرا. شرفتنا ونورتنا يا كابتن بلال. ربنا يخليك يا استاذ. بشكر ضيوف الكرام، وبكده يعني وصلنا لنهايه فقرتنا النهارده في الاستوديو التحليلي. مباراه اللي انتهت بسباعيه للنادي الاهلي على منيه سمنود، المباراه الوديه اللي كانت كلها النهارده تجارب مفيده لبيتسو موسيماني ولاعبي النادي الاهلي. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، شكرا والى اللقاء.